السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عادل أو اس اي جيمر معكم، عساكم بخير. شو مسوين؟ وش علومكم؟ ديد ايلاند لعبة الزومبي اللي اتوقع انه كو اب ولا يا عيال؟ اي لا، لعبة كو اب، قصة جماعية، اربع اشخاص، اللعبة فيها قصة، هذا اللي ممتع فيها واللي خلانا برضو نفكر ان نلعبها وان ننزل لها شيء. يعني معي اليوم ابراهيم ابو خليل، اهلا وسهلا. ومعنا من بعد فهد، خلف هذا اخر واحد مخيس، ومعنا دايز رداني، اهلا وسهلا. ومعنا فهد المخيس، هلا هلا فهد الدب اللي بالله كم واحد امانه، كم واحد شاف مقطع فهد حق زي فهد اللي ايش كان اسم من برنامجك المروح؟ بدونه جيم ستورم، هذاك يا حبيبي كان اثري. انا اتذكر اني شفت دعايه فيبل، صراحه شيء خرافي فهد. حسيت اني قديم كذا غباط. ممتاز، خاصه الحركات والسكز حقته. اوكي، مره ممتازه. خليني بسوي نيو جيم. انا صار لي كراش اصلا في اللعبه. دقيقه بلاي لحظه. انا اخذت دي حقت هونغ كونغ. اصبر تجربة، وهي ترى شوف، ترى كل واحد ترى هو عنده يعني سبيشلس بشيء. يعني الخال عنده الأسلحة الثقيلة. أخذت الخال. أي النذل. أنا والله مفكر أخذ الفاير أرمز هذه، بورنا الخالة. إيه سبني في مكان ما أدري وين. والله شكله كويس. أسلم، وش هذا طلع لي؟ ريدر. وش ريدر؟ ما ادري، واحد كذا ما ادري وشو، ما له دخل في الموضوع. اقدر اسوي سكب بس. الهيلث 100، سبيد 100، ستامينا 100. من هو ذا؟ واحد اسمه ريدر. كنا واحد اونلاين ذا؟ لا مو اونلاين، اقول ريدر تقول واحد اونلاين. واحد ضار من الشخصيات اللي تفتحها لما تشتري اللعبه. زبد ان يا رجال، وين الاوبشن؟ ترى يتحرك. باخذ ريدر هذا، مع اني ما ادري وشو ذا. جيم سنسيتيفيتي 1. فهد انت مين تاخذ؟ مخفيت شخصية وخلصت. مين؟ قبلك. أنا معي الخال. كنترول. أمو كلكم الخال. لا أنا ما أخذ ال. أخذ ريدر ولا أخذ البنت السوداء الخالة؟ مختصة بالأسلحة، والثاني مختص برمي سكاكين والحركات. لا ريدر واحد خامس ما له شغل، ما أدري وين بعيد، لما تروح يمين شوي يطلع لك واحد خامس كذا. صادق؟ إيه والله. يمكن خسرت اللعبة ما تدري. العاديه حلوه وقت تلعب ما تدري. اقول لك شو اسمه، الهيلث حقه 100 والسبيد 100 والستامينا 100. طب هو سبيشال بايش تو؟ مو مكتوب لا سبيشالست ولا شيء. دقيقه، خم بطلع اشوف سيفته. اطلع شوف السالفه. طيب. والله ما ادري ايش السالفه ترى. انا قاعد اتمشى في فندق في ناس ميتين. انا قاعد اتمشى في القارب. يمكن عشان دي ال سي صح؟ عبد العزيز انت شاري مع دي ال سي؟ ما ادري والله، يمكن عشان كذا لازم اطلع. شوف في فاس في الارض ما يخليني اخذه. خليني اوطي على صوت حرف الاف. حرف الاف ما يخليني اخذه. ايش كنتينيو. صوت الموسيقى عاليه جدا فاوطي عليها. سبيد فوليوم. اوكي يا اخي، رقله الشخصيه ذي ما تمشي عدل. من جد يا اخي. انت شفت اللي في يده؟ اكيد انه بيرقل ابراهيم. والله يا اخي ما يصلح كذا. ها عبد العزيز، ايش صار عليك؟ لا ما عندي الا الشخصيات العاديه. يمكن دي ال سي عندك، يمكن يعني اخذه ولا ما اخذه. لا حلو، ستاتس حقه 100 100 100 ممتاز. اسمع، المشكله ما ادري شو سبيشالست حقه، ترى النظام انه سكيلزات. كل ما لبلت توزع سكيلز على ثلاث اشجار عندك. يعني ما اخذه، ما ادري، ما اقرا عنه. طيب اضغط على اضغط سيلكت، يتكلم لك انا يقول لك ايش استفدته، يعني وش مختص بايش وش ميزاته. سيلكت يقول لي هنا I've been somehow in Iraq. اقص والله، عرب حرف العراق. افغانستان. عموما اخذت سياره وقاعد ادعس زومبيز. انت وراك دعس استفاد، اصبر لنا. طبعا العيال لاعبين اللعبه، عبد العزيز دول لاعبين، انا ما لعبناها انا وابراهيم. شباب ركبتيس على ديتسن حقي. ديش ذا قام يقول لي حياته، ما ابغى اعرف عن حياته. طيب ابغى اعرف وش هو. برستيج توقف رسايته اوف. حتى ما ادري، لكن ترى شخصية جديدة. يعني ما اخذه. شو يضغطون عشان
والله ساعة كيف؟ اختار شخصية شكلي بختار الخال يلا ثلاثة عيال ايه حتى تخيل عزيز ثلاثة وانا ماخذ شخصيتي بنت لا يا عمي وضعك مو طيب كثير لا ثلاثة بتولف عليك اسمع اقولك حتى تخيل اذا ضغطت عليه صح يتكلم مفروض حلو هذا هو الوحيد اللي ما يتكلم اطرم يمكن يمكن اطرم شدر فخم شكلي باخذ الخاله نيو جيم يلا بصيت كويس خلاص احنا موجودين شفنا عندك اسلحه تعال انا ما ادري ليش يقول لي تعال امشي هنا وين امشي تعال. وين هنا وش المهم اللي حق لي اياه شكله ما خزن لي انا تعال عندي تعال الظاهر كلنا ما خزن لنا ترى انا بعد أيوة. من يوم اختفى ايوه وش في ذا كذا الله يوم زحمه عندي ما اشوف وينك انت اصلا عبد العزيز انا داخل تحت يعني دي ها مثلا اذبح هذه انا قاعد عند شفتك الاسلحه هنا شفتك يا موت الله يخرب بيتك بس عزيز ستموت وين يلا تبي مساعده فوق انت ولا وين بالضبط الحين لا خلاص الحين بس ما ادري شكل خلاص خلصت المهمه هنا واحد خلينا ناخذ منه ليفل اب ها وش شافه يلا طيب شو نسوي الحين يس اقول له يس عبد العزيز اخذنا انا يس اخذنا كاش نيو كويست الحين اي والله الحين دقيقه وش الكويست اللي عندكم اصلا والله ما ادري والله انا مثلكم انا ما ادري وش الكويست انا وش نسوي الحين كويست تو كيل تايم افيلبل ابجريد يا اخي انا ابغى اسوي ابجريد بس بحطه هنا خلاص بحطها هنا أنا جاني upgrade أطلع. وأنا. Yes. Using a sharp weapon you can trigger a special attack if you press LB. LMB. Aiming the enemy. Okay طيب هذه إذا رميت السلاح عليه. يعني خلينا نجرب في عبد العزيز الحين. ارمي. شو رميته؟ تضغط خليك ضاغط شو اسمه. Right click. ما أدري تقدر ترمي أنت بعدين اضغط اللي يطق. الله رميت على الجدار يا غبي رميت عليك انت اللي مشيت طيب اوكي يلا خلنا نمشي ما ادري عبد العزيز يلا عبد العزيز يلا يلا بس الكلام وين نروح الحين نروح الحين نسوي كل شيء زين انت الرجل الرجل الحديدي رجل المهمات الصعبه لا بتروحون المشن يقول راح تكلم مع سايمون يلا طيب وين سايمون فيه وين سايمون الى الكلام لا بعد مو سايمون سينامويا يلا نروح نتكلم مع سينامويا مشينا المشكله وينه وين ذا وينه ولا وينه ما ادري طيب في عندي علم احمر انا مو بهذا هو اللي نروح له ايوه هذا هو بس ورا ما عندي الحقني. انا الحقني بس لان انا احسن واحد فيكم اصبر بلحقكم انا طيب اصبر شوي اتوقع اذا تلحقوني بتوهقون لا بطيح طحت مره ثانيه طحت لا بس طحت بطريقه مره مرتبه يعني لا طحت بالستايل يا عيني اف وجهك بس بس خلني اطق معكم خلاص العند خيره خلاص اخذ لي فلوس اخذ فلوس اللعب فلوس وراك ورفشتوه انتو فيني حرش اسوي بعد شوف في هنا ناس بعد في هنا واحد عبد العزيز الفيوري تقول لي وش هو بالضبط وانا في وانا القاه زد حرب زد لكن تشوف دمك ايه في شيء ما يسمح تاخذ ايه عرفت اللي قاعد يدور حول اللي قاعد يدور حول دمي ايوه اوكي بس عرفته اوكي بس دقيقة عيال دقيقة بس سؤال يعني ايه اسأل سؤال ايوه وش الكويست اللي عندكم انتم اللي مسوي له تراك والله انا مو مسوي ولا شيء بس خليني اقول لك انا اليو صح؟ لا مو باليو لا اضغط بعدين راح الكويست اي كوست ما في ولا شيء نسوي له تراك عبد العزيز في المين بس انا ما في الا انا في المين تايم تو كيل بس اي ما في المشكله ما اقدر اسوي تراك لاي شيء ما ادري وش الهدف من الحركه الحين انت عادل رحت معه تغيرت الحين ليه ابراهيم سوري هلا الحين انت مع عادل صح انا في تو كيل تايم انت معنا عبد العزيز كوب بلايرز انت معي من جد ابراهيم معي توك تو سينامويا ايه المشكله بالخريطه ما طالع عندي شيء راح حتى انا راح من عندي تو ما اقدر اسوي تراك لها تدري
هذا هي الكلام، ما حتى لا انا ما اقدر اسوي تراك انا بعد ولا واحد يقدر يسوي تراك. انا انا اشوف صورتك تتحرك يا ابراهيم تروح قاعد احركها، انا قاعد ادور لي على شيء اقدر اسوي تراك. ولا شيء اقدر اسوي تراك عبد العزيز، تصدق انت اللي انت الوحيد اللي تقدر تسوي تراك. لا 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 ما اقدر انا سيح. قبل شوي طيب اجل انا طيب تعال ابراهيم تعال آه آه لا دقيقه اروح كلنا هنا طيب ما يمدينا نسوي، يمكن نرجع. طيب تعال هنا مكتوب كوب بلايوس، فما ادري انت طالع عندكم شيء بالخريطه؟ مو بطالع شيء والله ابد، راح كان في عندي انا وراح اختفى. يمكن هنا يا عيال، يمكن لاننا بعيدين عن المكان اللي احنا لازم نروح له، فلازم نقرب عرفت. يمكن لا كان كنا ماشيين على طريقنا صح. في شيء اسمه فاس، في شيء اسمه فاس ترابل، تبي نروح لموه كيف؟ يلا خلينا نروح له اللي ما ادري وش يطلع هذا، بس قاعد يذبح خلق الله خلق الله زومبيز. طيب يعني وش يطلعون الزومبي مو اوادم؟ لا ايليان الله الله. هذا ميت ولا لا؟ انت ميت؟ انت ميت ما تذبان عليه. يقول انه ميت، يقول انه ميت، ناظر وجهه. اوه الغبي غبي غبي ها يا جحلط يا جحلط. اوكي خلاص طريقه من هنا يا عيال. من وين؟ انا قاعد ابوق فلوس. يلا الحقوني الحقوني ابراهيم تعال.